السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في جولة الصحافة المحلية في مملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر مايو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليوم: بتوجيهات من ناصر بن حمد، إطلاق التسجيل لدعم الفئات المستحقة ضمن حملة فينا خير. 1,200,000 دينار لدعم مراكز الإعاقة الأهلية. فتح الصالونات وأماكن الحلاقة اليوم بشروط. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: استخدام الروبوتات الطبية في أجنحة العزل الطبي. التسجيل إلكترونيا لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت لهذا اليوم: التربية لصحيفة الوطن، نتائج الشهادات العامة في نهاية شهر يونيو ولا دورا ثاني. 473 متعافيا من فيروس كورونا خلال العيد. البرلمان الدولي، السلطة التشريعية البحرينية، نموذج بمواجهة كورونا. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت: تنفيذ أكثر من 31,000 عملية تطهير للمرافق العامة. إنجاز أكثر من 12,000 معاملة لمستحقي التعطل. استراتيجية لاستصلاح وزراعة 1,300 هكتار. نشرت صحيفة الأيام أنه بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤثر جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أطلقت خدمة تسجيل لطلب الدعم من حملة فينا خير إلكترونيا، وذلك عبر البوابة الوطنية، وذلك للفئات المستحقة من المتضررين بسبب فيروس كورونا. نقل صحيفة البلاد أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أشاد بتوجيه ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للجنة التنسيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع المساعدات، لتخصيص 5,000,000 دينار لدعم الأسر والمواطنين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا. نشرت صحيفة الوطن أن الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بجهود السلطة التشريعية بمملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا، وخاصة في مجال تعديل القوانين وسن التشريعات والإجراءات التي قام بها مجلس النواب بما يتواءم مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها دول العالم. بقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان: ثقافة المقارنة وإجراءات كورونا. أتمنى ألا تدفعنا ثقافة حبنا للمقارنة مع دول المنطقة في أمور عديدة إلى أن نطالب الدولة وإدارة فريق البحرين برفع الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا بشكل سريع وعاجل من دون أن نراعي أي حساب لتداعيات العجلة، فثقافة المقارنة ليست سليمة دائما، فلكل دولة ظروفها ولكل مجتمع حساباته وأرقامه ورصده وعمله. ثقافة المقارنة ليست محصورة على الدعوة إلى رفع إجراءات كورونا، بل هي ثقافة موجودة في العديد من المجالات. علينا أن ندرك أن مملكتنا الغالية لم تقم بإجراءات مشددة كما قامت به بعض الدول من فرض حظر التجول وغيره،
إننا أمام أمر واقع وعمل وجهد ضخم وتضحيات ومتابعات قامت بها الدولة والحكومة وفريق البحرين، ولا أحد منا جميعا يقبل أن ينهدم كل ذلك العمل الجبار في لحظة استعجال بسبب ثقافة المقارنة ورغبتنا في أن نكون مثل دول المنطقة بشكل عاجل مهما كانت العواقب. ندرك أن لكل فئة من فئات المجتمع، خاصة التجارية منها، مصالحها واحتياجاتها التي تضررت وتأمل أن تصلح أوضاعها وتعود إلى الربحية بشكل عاجل وسريع، ولكن ستبقى الصحة والأمن الصحي فوق كل اعتبار. رصدت صحيفة أخبار الخليج الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني في مجابهة فيروس كورونا من خلال أعمال التطهير للمرافق العامة والشوارع والمباني والمؤسسات العامة والخاصة في جميع مدن وقرى مملكة البحرين. لفتت صحيفة الأيام أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية صرح أن شرطة المديرية قامت خلال إجازة العيد بتسجيل 154 مخالفة بحق مخالفي ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن شعبة شرطة خدمة المجتمع قامت بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية للتصدي للفيروس. كما ونقرأ من صحيفة الأيام أنه من المزمع افتتاح الصالونات ومحلات الحلاقة اليوم الأربعاء وفق شروط وإجراءات صحية محددة، وذلك بناء على توجيهات من اللجنة التنسيقية. من جانبها، نوهت وكيلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة إيمان الدوسري بأن الوزارة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق كافة القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كتبت الدكتورة زهرة حرم في صحيفة البلاد مقالا بعنوان التعايش المرحلة الأخيرة من المواجهة، تحدثت فيه حول عودة الأنشطة وإن كانت من وراء قناع والكثير من المعقبات والاحترازات. هناك نقطة مهمة جدا تلت هذا القرار بالتعايش، هي الحالة النفسية العالية التي نراها سادت وتزامنت مع فرحة الناس بالعيد. فالغالبية منا تعيش انتعاش الإحساس بالتخفيف ولو بشكل بسيط، وهو ما انعكس على سلوك الجميع بشكل إيجابي طيب. هذا ما نحتاج إليه بالفعل، المعنويات المرتفعة، أليست هي ما يرفع المناعة ويقاوم الأمراض؟ كم نفتقدها في ظل عالم ينشر الأزمات تباعا واحدة بعد أخرى، يخرج علينا بصدمات لا تنتهي. لعلني أصف التعاطي الحالي لأزمة كورونا في البحرين بالتعاطي النفسي، وهي المرحلة الأخيرة من المواجهة والتي سننتظر بتفاؤل أن تنقضي بسلام لتحل إثرها مرحلة الإعلان الأخير مملكة البحرين الحالة صفر، وإنا لمترقبون وإن غدا لناظره لقريب. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة بدأت باستخدام 3 روبوتات طبية في أجنحة العزل الطبي بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل، إذ انطلقت التجربة في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي للعزل من خلال نقل الأدوية والطعام، بينما يقوم الروبوت الثاني بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبي، أما الروبوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة. ماذا غيرت فيكم كورونا؟ عنوان مقال للكاتب فيصل الشيخ نشرته صحيفة الوطن، فإلى هذا المقال. فيروس كورونا أثر على نمط الحياة لدينا،
ولكل شخص منا نمط معين، بالتالي هي أنماط عديدة تغيرت، بعضها تأثرت بشكل سلبي كبير، وبعضها فرضت التأقلم والتعايش مع الوضع الذي نمر فيه. لكن التعلم وهي سمة متأصلة في الإنسان، وحتى لو لم تظهر عند البعض، التعلم هذا يفرض علينا استخلاص العبر مما نمر به وتطويع حياتنا القادمة بناء على هذه الخبرات وتحديدا الإيجابي منه. ولذلك فإن كورونا وما حتمه على الدول من إجراءات وقائية واحترازية ساهم في تشكيل أنماط جديدة لحياة البشر، بعضها إيجابي جدا وبعضها حل أمورا كنا نظن أنها حتمية ولا يجب المساس بها. وفي الصفحة الأخيرة، نشرت صحيفة الأيام صورة لقطار السعادة وهو يجول أحياء المنطقة الشرقية احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك بتنظيم من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، في محاولة لإسعاد الأهالي مع إجراءات حظر التجول في المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا. إلى جولة الأخبار المنوعة من صحافة مملكة البحرين، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج التي بيّنت أن المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد أن مساحة الأراضي التي يمكن استصلاحها للزراعة تبلغ حوالي 1300 هكتار تقريباً. نشرت صحيفة الأيام أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حذرت من رسائل احتيالية تقوم بطلب تحديث المعلومات البنكية للأفراد من خلال الدخول على أحد الروابط الإلكترونية، داعية إلى عدم التعامل مع تلك الرسائل والقيام بمسحها في حال استلامها والإبلاغ عنها على الخط الساخن. في حوار خاص لصحيفة الوطن، كشفت الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر أنه من المرجح الإعلان عن نتائج الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، مضيفة أنه تم إلغاء امتحانات الدور الثاني والاستعاضة عنه بملف الطالب. نشرت صحيفة الأيام صورة لظاهرة تحدث مرتين خلال العام، حيث ستتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة بمشيئة الله تعالى ظهر اليوم الأربعاء. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.